لا ما كنفكرش في التلفازه نهائيا، وما عنديش الطموح انه نكون في التلفازه، وما دخلش لي هذا الامر لراسي زعما كهدف ولا اوبجيكتيف ديالي، ولكن ربما يجي شي مرحله معينه ننتقل فيها للتلفازه. كيف ما بديت في الصحافه المكتوبه مشيت للاذاعه والاعلام الالكتروني، يقدر يجي واحد المرحله، وان كان اليوتيوب تلفازات من لا تلفازات له. الطموح ديالي هو انه نخدم ونشتغل وسميتي تكون رايجه في التلفازه، في الاذاعه، في المكتوب، في الالكتروني، في اي حاجه ما كيهمش الوسيله. والله ما نسيت شي حلقه من الحلقات كلها اللي درت من 2011، كل حلقه كنعتبر بانها اول حلقه عندي في البرنامج، وكل حلقه كنعتبر بانها اهم حلقه عندي في البرنامج، باش كنشوف في المجمل شنو كانت النتيجه. ولحد الساعه اعتبر انها نتيجه مزيانه، اما يقدر يكون الفرق بين ضيوف اثروا فيك بطريقتهم في الكلام، بافكارهم، يمكن قصصهم الانسانيه، ممكن، ولكن هذا كيبقى التفاعل الانساني مع الضيف، ولكن التفاعل المهني كنشوفه من خلال واش نجحت الحلقه، من خلال التجاوب معها، من خلال التفاعل ديال الناس معها، من خلال ردود الفعل اللي كانت، من خلال اذا بغينا نسميه النجاح او لا ماشي نجاح، ولكن اعتبر الضيوف كلهم في نفس المستوى. وكيبقى الاختلاف هو كيفاش مرت كل حلقة مقارنة مع حلقة أخرى. كنعتبر كل حلقة ناجحة، ولكن بالمنطق ديال المشاهدات وديال لوبوزين صح التعبير، كانت الحلقة ديال رضوان بن عبد السلام هي اللي حققت أكبر، نقدر نقول رقم قياسي، يعني راه علينا 6 مليون ديال المشاهدات في اليوتيوب، وحلقات أخرى عاوتاني المنطق بالنجاح مختلف على حساب وجهة النظر ولا زاوية النظر ديال كل واحد للضيف. كاين اللي كيعجبو ثقافة الضيف، كاين اللي كيعجبو فكر الضيف، كاين اللي كيعجبو جمال الضيف ولا الضيفة، إذا كل واحد كيفاش كيشوف. أنا قياس النجاح ديال الحلقة هو كمية المعلومة اللي خرجت من عند الضيوف ودرجة التفاعل اللي كان، سواء تفاعل زوين أو لا تفاعل خايب. يعني الحلقة الناجحة هي اللي سمعت فيها بزاف ديال السبان، وكل ما سمعت بزاف ديال السبان كنعتبر بأن الحلقة كانت ناجحة، وإلا شكروني كنسول راسي كنقول كاينه شي حاجة ماشي هي هذيك.